ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة طالبات الصف الأول الثانوي. إن شاء الله نبدأ معكم النهاردة حلقة جديدة، حل مسائل الاختيار أو أسئلة الاختيار من متعدد في الفيزياء. إن شاء الله دي صفحة 7 صاد 7، الاختيار من متعدد، فيزياء أولى ثانوي. فيزياء أولى ثانوي هنبدأ إن شاء الله معكم السؤال الأولاني. وقبل ما نبدأ، اللي ما اشتركش معانا في قناتنا يشترك، يضغط على الجرس، يختار الكل، ونزود اللايكات ونزود الكومنتات ونتفاعل شوية عشان نستمر بقى بإذن الله كده معاكم في أولى ثانوي، ونحاول نحل كل الأسئلة اللي انت عاوزينها واللي انتوا بتطلبوها إن شاء الله. نبدأ على طول. يلا، رقم 1 من الكميات الأساسية، احنا عارفين في كميات أساسية وكميات ايه مشتق. كميات الأساسية طبعا عندي الطول والمساحة، طبعا لأ عندي هو الزمن والكتلة عشان ما نضيعش وقت، وده عندنا في جدول المقارنة اللي شرحه عندكم على النت. رقم 2 من الكميات المشتقة، طبعا ركزوا كده في كل واحدة حاطط لي كمية ايه اساسية، يعني هنا عطيني الزمن في الايه الزمن من الكمية المشتقة، هنا بوظ الكمية المشتقة. رقم باء حاطط لي هنا مثلا ايه الكتلة، ضيع لي الاجابة. هنا عطيني المساف، ضيع لي الإجابة. يبقى اللي ما فيهاش حاجة من الكميات الأساسية هي رقم د، يبقى رقم 2 هيبقى د. يبقى أنا عندي هنا المسألة التانية، قلنا استبعدنا أي كمية أساسية موجودة لأن بتلغي كمية المشتق، يبقى أنا عندي رقم د هي الإجابة في رقم 2. نكمل يلا. رقم 3، الأداة المناسبة لقياس طول حجرة هي، طبعا في بعض ناس نطقوها طول حجرة، طبعا طول حجرة دي مشكلة، هتبقى الايه القدم الورانية، ها لا طول حجرة طبعا هيبقى المتر الايه اللي قدامنا ده، خلاص المتر المدرج او المتر الايه رقم 3 اللي هو يبقى ايه رقم باء. رقم 4، الاداة المناسبة لقياس خاتم ذهب، طبعا بدون تضييع وقت هيبقى حرف دال لان بنستخدم ايه الميزان الايه الحساس، يبقى رقم 4 ايه دال. يتفق النظام الفرنسي نظام جاوس مع النظام البريطاني والنظام المتري، الثلاثة مشتركين في حاجة واحدة، ويوم ما شرحناها وقلنا الكلام ده ان جميعهم يقيس الزمن بالثانية، الزمن بالثانية دول مشتركين في الثلاثة. يبقى عندي رقم 5 هتبقى ايه جيم. نيجي للمسألة رقم 6، حاجة اللي مش محتاجة كلام كتير بنمشيها بسرعة عشان الوقت. المنظر اللي عندي هنا عطيني الزاوية سيتا، الزاوية سيتا المحصورة ما بين الضلعين A و B. شيء طبيعي هنا عندنا حاجة مسطحة يبقى الراديان على طول. الكنديلة طبعا شدة الاستضاءة، الاستريديان المجسمة، المتر طبعا طول حجرة طول كذا، لكن ضلعين عندي هيبقى الراديان، وهو شكل ايه مسطح، عشان في بعض الناس اشمعنى اخترنا الراديان. الراديان طبعا ايه الزوايا او الاجسام اللي موجودة عندي مسطحة، يعني زي ما يكون مرسومة على ورقة. اي القيمة التالية يساوي 86.2؟ نركز بالراحة، سنتيمتر. تاني، اي القيمة التالية في قيم، في اربع قيم عندي اهم، ايهما يساوي 86.2 سنتيمتر؟ خلاص مسألة زي دي نفكر فيها ونشتغل بالتحويلات. يعني ايه بالتحويلات؟ من صغير لكبير عارفين ان احنا بنضرب. طيب انا هضرب ايه هنا؟ انا عندي نوت مثلا 86.2 سنتي هتساوي ايه يا جماعة؟ عايز احولها المتر، يبقى 8602 متر هضرب في 10 اس ايه؟ ها سالب 2. طيب معلش انا لسه عايز احولها لايه لكيلومتر، يبقى من متر لكيلومتر يبقى انا عندي نفس البدا، هنا احنا حولنا هنا بايه اصبحت من سنتيمتر لايه لمتر. طب من متر لكيلومتر نخلينا بقى على الايه اللي احنا النتيجه اللي احنا مطلعينها، ف 10 اس سالب 2 هضربها كمان في 10 اس سالب ايه 3 عشان تبقى ايه بالكيلومتر. طب نبص المنظر ده، نهايتها 8602 اضرب الاسس، اساس زي اساس، يبقى في الحالة دي هتبقى 10 اس سالب ايه 5. هل عندي 10 اس سالب 5؟ طبعا بالكيلومتر اهو،
هل دي في عندي 10 اس سالب 5؟ لا طبعا مفيش 10 اس سالب 5، ولكن 10 اس سالب ايه؟ 4. واضحه جدا اهي. ده بدي تيجي ازاي؟ ان احنا هنحرك علامه، ها، من اليمين للشمال، يبقى هننقص ايه؟ واحده. يبقى انا عندي هتبقى 8.62 في 10 اس ايه؟ سالب 4 كيلومتر. يعني الاختيار اللي عندي هيبقى ايه؟ ب. خدوا بالكم انا عملت التحويل على الكيلومتر، طب حد تاني يحول لي السنتيمتر المتر، يبقى هضرب في 10 اس سالب 2. هل 10 اس سالب 2 تمشي مع الف؟ لا طبعا، عشان الوقت انتوا هتجربوا كل واحده بنفس الطريقه. خلاص، يبقى انت بتحول من الكبير، ها، في التانيين دول الى الاصغر. طيب انا حولت للاكبر عشان اللي عندي الكيلومتر ديت قلنا بنضرب في الايه؟ في السالب، يعني بتبقى قسمه. هنا لما نيجي نحول سنتيمتر الى المتر برضه هيبقى ايه؟ قسمه، لان السنتيمتر اصغر من المتر. خلاص، يبقى الوقت هنا هوت. لما نيجي نحول سنتيمتر بقى في جيم للمليمتر، ايه هنعمل ايه؟ من السنتي من الكبير للصغير بنضرب في الرقم، يعني في 10 اس ايه؟ 3. طبعا 10 اس 3 مش هتنفع خالص الرقم ده. طب المايكرون، سنتيمتر، ها، لمتر، ثم المتر للمايكرون، في 10 اس ايه؟ 10 اس 6. خلاص، يبقى دي برضو عندنا مش هتنفع، يبقى الاجابه عندها هتبقى رقم ايه؟ ب. رقم 8، الفيمتو ثانيه بيساوي، الفيمتو ثانيه يا جماعه عشان في ناس اتلخبطت فيها برضو، الفيمتو ثانيه عندنا في التحويلات رقم 8، الفيمتو ثانيه عندي 10 اس سالب 15. يا استاذ هنا يبقى الف؟ لا طبعا، هو انت سيادتك ولا سيادتك بصيتي بتساوي ايه الفيمتو ثانيه؟ المفروض فيمتو ثانيه من الثانيه. الاستاذ هنا ضحك علينا وكتب لنا مايكرو ثانيه، يبقى العشر بالعربي عايزين نعملها انجلش، نعملها انجلش عشان الناس ايه؟ ما حدش يعلق تعليقات ملهاش لازمه، مع ان دي ودي صح والاجابه نطلعها ايه؟ بالانجلش وخلاص. 10 اس سالب 15 ديت الفيمتو ثانيه من الثانيه. طيب انا عايز احولها لمايكرو، يبقى الوقت انا هضرب في 10 اس ايه؟ 10 اس كام؟ 6. خلاص، يبقى الوقت هنا هوت. انا حولت التحويله الاولانيه عشان ما تلخبطش، فيمتو ثانيه اللي حولتها لايه؟ ها، ثانيه. تمام، طيب الناتج اللي طلع لي 10 اس سالب 15 ايه؟ ثانيه. انجلش اهو، تمام، 10 اس سالب ايه؟ 15 ايه؟ ثانية. طب الثانية أنا عايز أحولها لمايكرو ثانية، خلاص يبقى الثانية أكبر من المايكرو، يبقى 10 أس سالب إيه؟ 6. يبقى نعمل الأساس زي الأساس، ها، يبقى في الحالة ديت هنقول هتبقى سالب إيه؟ 9، يعني الإجابة هتبقى رقم إيه؟ ب. نيجي بعد كده، إذا كان حجم كمية من الماء بيساوي 5 متر مكعب أو 5 متر تكعيب، فإن حجمه بوحدة اللتر، بوحدة اللتر بيساوي، احنا عايزين عارفين المتر مكعب بيساوي 1000 لتر. خلاص، يبقى الوقت هنهوت هنقول رقم 9، 5 متر مكعب هتساوي 5 × 10³ لتر، يبقى هتساوي 5 × 1000 ب5000 لتر. يبقى الإجابة عندي هتبقى إيه؟ رقم د. التحويلات دي مهمة نراجع عليها. خلاص، يبقى دي رقم إيه؟ 9. نيجي رقم 10، إذا كان نصف قطر، إذا كان نصف قطر ذرة الهيدروجين، الرقم اللي هو عطهولي، رقم 10، إذا كان نصف قطر ذرة الهيدروجين، الرقم اللي عندي ده عطهولي اهوت. ها، نبدأ كده. طالب مني طلبات، يعني ايه الطلبات اللي هو طالبها؟ طالب مني ال 0.053 اللي هي 53 من 1000 نانومتر بتكافئ ايه؟ بتكافئ ايه؟ اجرب احول النانومتر لمتر. خلاص، طبعا النانومتر لمتر هضرب في 10 اس سالب 9. خلاص، يبقى الوقت هنا اهو 0.53 53 من 1000 نانو متر، عايز احولها لمتر هضرب في 10 اس سالب 9. طيب 10 اس سالب 9 مش ممكن احرك العلامه هنا خطوه هتبقى سالب ايه؟ و10 اس سالب 10. يبقى الوقت هنا لو حركت العلامه، انا بعمل الكلام ده ليه؟ ما انا عايز اشوف الاختيارات دي صحيحه ولا لا. اهوت في 10 اس ايه؟ سالب 10. خلاص، متر،
يبقى ألف دي صحيح. طب نجرب حاجة تانية كده، ما هو لو حاجة تانية جت وطلعت صح يبقى في الحالة دهيت إيه الإجابة، ها نعملها جميع ما سبق. لكن لو حاجة تانية طلعت غلط يبقى ما تنفعش جميع ما سبق معانا. نختار أي حاجة، عايزين النانومتر، نانومتر نحوله لمتر، ها نحوله لمتر هنا، تمام. يبقى الوقت هنا هو ممكن نحوله لمتر 0.053، دي هي نفس النانو متر، عايزين نحوله لمتر. طيب هنحوله المتر، المتر احنا قلنا من الصغير للكبير، ها بنضرب 0.053 هنضربها في 10 اس ايه سالب 9. طيب ما هو انا لو حركت ثلاث علامات ده 1 2 3 يبقى دي هتبقى سالب اس سالب ايه 12، لان هزود تلات ايه علامات او تلات ايه تصفار، يبقى انا هتساوي 5 3 في 10 اس سالب 12، يبقى جيم دي تنفع. اتفقنا في الاختيارات لو 2 طلعوا صح يبقى جميع ما سبق، يبقى 10 هتبقى دال جميع ما سبق. دي برضو لو جربناها عندي 0.53 هضربها في 10 اس سالب 9، طيب لو حركتها علامتين يبقى 5 و3 من 10، يبقى الإجابة صح برضو. خلاص يبقى دي بالنسبة لإيه رقم 10. نيجي لرقم 11. رقم 11 فكرتها حلوة المسألة. 11 نفكر مع بعض كده، بيقول لي كم عبوة ذات حجم 10,000 سنتيمتر مكعب تكفي لمل خزان سعته 1 متر تكعيب. طيب الواحد متر تكعيب عايزين نحولها لسنتيمتر مكعب، يبقى هتساوي 1 في 10 أس 6، ها عشان تتحولها لايه سنتيمتر ايه مكعب، يبقى ديت السعة نفسها. طيب انا عايز كم عبوة، هقول عدد العبوات، نحفظ القاعدة دي بقى مع بعض، عدد العبوات بتساوي سعة الخزان على سعة الخزان على حجم العبوة، على حجم العبوة. يبقى انا عندي هنا اهو 10 أس 6 على حجم العبوة كام 10 أس 4، يبقى تساوي 10 أس 2. يبقى الوقت هنا الناتج طلع لي 10 أس 2 يعني بتساوي ايه 100، يعني بتساوي 100 يعني هتبقى حرف ايه الدال. طيب السؤال رقم 12 او المسألة رقم 12، اذا كان اكس اعطيلي اكس بتساوي 10 جرام 12، اذا كان اكس بتساوي 10 جرام والواي بتساوي 10 كيلو جرام، فان قيمة اكس زائد واي، نبص كده عندي يا ترى احول الكيلو جرام، هل في حاجة هنا بالالف؟ لا، يبقى انا احول من الجرام لايه، يبقى انا هقول له الاكس الاول هتساوي 10 جرام، عايز احولها لكيلو جرام هتبقى 10 اس سالب 3، 10 اس سالب ايه 3، الكيلو جرام معروف اللي هو فيه ايه 10 اس 3، ها يبقى الوقت هنا 10 مقسومة على 1000، ركزوا كده عشان نوصل بسرعة، يبقى 10 ها مضروبة في 10 أس 3 يعني ايه في المقام، يبقى نختصر 0 مع 0 يعني بيساوي 0.1، 1 من 100 ده الاكس. نجمع بقى كده اكس زائد واي هتساوي الاكس عندي كام، طلعت 0.01 زائد الواي عطاها لي القيمة بتاعتها نسيبها زي ما هي 10، بس نصيحة نعمل دوت 0.0 عشان نجمع صح، يبقى هنا 1.0 هنا ايه 10، يبقى 10 و1 من 100 هتبقى ايه ج. ده كان اخر حاجة النهاردة في حلقة النهاردة، ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا. مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة دمياط الجديدة، الى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.